بخليلي جيدا. انظروا لهذا الشخص أمامكم، أتحدى أيا كان أن يملأ مكانه بكل تواضع، أتحدى أيا كان أن يملأ مكانه في تخصصي في الأدب الجم والخلق القويم الذي حباني به الله عز وجل، وأعتقد أن أخي الشريف يشهد بهذا. سأكلف زميلي الإعلامي القدير اللي سيكون إن شاء الله مسؤول الحملة لاحقا، سيحسون بحسون شيكو. أستاذ بحسون، أنت أكيد من مدينة وهران. هل يخفى القمر؟ وهل يخفى القمر؟ الآن الخاتم طبعا عند حميد، والإجابة الصحيحة عند حميد، وراح نشوف واش راح يعطينا حميد الأستاذ. يعني راح يا فرحي على أولاد الحملي، أولاد المدينة وسيد الهواري. سيحسون بحسون شيكو. الآن فإلى متسابقي هذه الليلة. أهلا بك، مساء الخير. مساء ومرحبا. أهلا وسهلا، تعرف عليك الاسم الكريم؟ شيكو بحسون ينتمي من رجال الإعلامي وحبال الأقلام من مدينة السلام. مسؤول الحملة لاحقا سيحسون بحسون شيكو. أستاذ بحسون، نحن هنا في هذه الساحة اللي مقابلة مجلس قضاء وهران، ممكن تقدم لنا هذا المكان اللي رانا فيه؟ لو كان الأمر يتعلق بنكاية فيه أو في شخصه أو في حزبه لأتيت بعد أربعة وأقول ما دام ترشح أنا إذا ترشح. لا، أنا جيت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر. فأخرج في اليوم نفسه متحديا لأريه حجمه. وأعلن عن ترشحي لرئاسة الجمهورية.